لم تعد بهار بهار القديمة، وبهار الجريئة والشجاعة تغير التوازن في القصر بانقلابي. هناك أخبار سيئة تنتظر استسلام زينب لجمال، وتريد الآن الزواج من بهار في أقرب وقت ممكن. من ناحية أخرى، تحاول عائلتها وتتبعه الأسرار، وتصل الشرطة إلى الجثة التي دفنها سلطان. ومن ناحية أخرى، تبذل هوليا قصارى جهدها للابتعاد عن إفسون وإنقاذ ابنها. بطريقة ما، يشبه العدالة أن كل شيء له ثمن. هل سيحصل أولئك الذين يفعلون الخير والذين يفعلون الشر على ما يستحقونه؟ يتم احتجاز سلطان وصالح بناء على إشعار إلياس، حيث يتم أخذ الأموال التي تلقوها من أتهان عائدات الجريمة محاصرة، وخلاصهم يعتمد على أرداف السوق من أجل حياته. ومن ناحية أخرى، تواجه هوليا مخاوفها من فقدان والدها الذي وجدته بعد سنوات عديدة. أفسون وسلطان يضعان خططا جديدة لإيذاء بهار القديمة لم تعد موجودة، ولن تتقدم خططهما كما يحلو لهما، وستهزم بهار أعداءها بالقوة التي تمتلكها. صدم الجميع عندما أعلنت أفسون أمام الكاميرات أنها تزوجت من أردا، أي أنها أصبحت الآن عروس عائلة أتهان. بعد هذا التطور الذي لم يتوقعه أحد، تحاول هوليا جاهدة ألا تصاب بالجنون، بينما يغضب محمد أمير. يعتقد الجميع أن هناك شيئاً ما في هذا الأمر، ولا يتوقع أن يفعل أردا شيئاً كهذا إلا إذا كان هناك موقف استثنائي. يشعر إلياس أيضاً بالقلق من وقوع إفسو في مواقف خطيرة مرة أخرى بسبب تورطه في مثل هذه اللعبة. ولكن بغض النظر عما يحدث في النهاية، فهو يفكر في فعل كل شيء لإنقاذ ابنته. ضد أفسون، بهار لن تسمح بسرقة حياتها مرة أخرى، لكن سلطان وأفسون يخططان للسيطرة على عائلة أتهان. تزداد الأمور تعقيداً كل يوم في منطقة كيسيمت. زينب، التي تتلقى أخبار زواج أردا وأفسون، تدخل بسرعة طريقاً لا نهاية له. بينما كانت بهار تتعامل مع صعوبات عاطفية عندما كانت مع أتيش، أدركت في النهاية أن الملاذ الوحيد الذي يمكنها أن تجد فيه مأواً هو مع عائلتها. أفسون أخيراً على وشك تحقيق هدفها وما تريده. عندما يحدث كل شيء لأردا، ستعود أفسون إلى القصر أقوى مما كانت تعتقد. في هذه الأثناء، وصلت هوليا إلى عشيق أردا الذي أخفاه عن الجميع، لكنها وصلت إلى العنوان الخطأ. تصل هوليا إلى زينب، وسيكون لها تأثير سيء على حياتها. عندما تصبح أفسون أخيراً أتهان حقيقي، لا يدرك بهار وهوليا الكوارث الكبيرة التي ستحدث لهما. تعلم هذا يخلق صدمة كبيرة في حياتهم. بعد هذا الوقت، ستتغير كل الظروف وكل شيء، ولن يعود أي شيء كما كان مرة أخرى. تفعل أفسون ما ستفعله مرة أخرى، فهي تلعب على أردا وتسحب أردا إلى طريق مسدود، وهو غير صبور للغاية لمقابلته، وهو نقطة التحول في حياته، حيث يجب عليه اتخاذ القرار والاختيار، هل سيتزوج أم سيجمع شجاعته ويعترف بكل شيء؟ بدأت الخطة المذهلة التي وضعتها أفسون في العمل بطريقة فاقت توقعاتها، لكن هذه التفاصيل لن تصرف الانتباه عن هدف أفسون من دخول القصر. من المؤكد أن أفسون ستحقق ما تريد القيام به بأي ثمن، وتستعيد حياتها المفقودة. والأشخاص الذين سيكونون معه ويدعمونه في تحقيق هذا الهدف هم صالح والسلطان. وبينما يحدث كل هذا، من ناحية أخرى، تريد بهار أن تظهر بجانب أتيش بسبب ابنها، لكنها لا تعرف أين ترى نفسها في الواقع، وتواجه معضلة. سيتخذ محمد أمير قراراً لا يتوقعه أحد منه، وسيؤثر على حياة الجميع. في حين أن القصر بأكمله تحت تأثير هذا القرار، فإن أردا يعاني أيضاً من الوضع الذي هو عالق فيه. أخيراً، واجهت بهار وأفسون مواجهة كبيرة بينهما. بعد هذه المواجهة، لن تعود حياتهم كما كانت.
بينما تقرر بهار العودة إلى القصر، تضع إفسون خطتها موضع التنفيذ للحصول على فرصة العودة إلى القصر. يصل التقارب بين زينب وأردا لاحقاً إلى مستوى يجعل زينب منزعجة للغاية. اشتعلت شرارة القتال بين فوليا وحسرة. لن يعود أي شيء كما كان مرة أخرى لأي شخص، وهذه المرة يلعب الجميع بأوراقهم بقوة أكبر. تتقابل أفسون وبهار وجهاً لوجه، وتتساقط الحجارة من تنانيرهما، وتعود بهار إلى القصر، وتضع إفسون خططها موضع التنفيذ للعودة إلى القصر. ما يحدث بين زينب وأردا سيزعج زينب ويجعلها تندم. يندلع القتال بين فوليا وحسرة، ولن يعود أحد كما كان مرة أخرى، وسيكون الأمر قاسياً. تواصل إفسون دفع ثمن باهظ لأفعالها. كل ما تعيشه إفسون في السجن سيقودها لاحقاً إلى طريق لا رجعة فيه. بهار، التي كانت لها دائماً مكانة مهمة في حياتها، ستصبح الآن عدواً لإفسون. الربيع يشبه الفضاء الفارغ. الألم الذي تعاني منه يجعل بهار تشعر بالوحدة أكثر فأكثر. حقيقة وجود طفل لن تنهي حبها لأتيشن، لكن سيكون من الصعب جداً على بهار قبول ذلك. وبينما تعاني بهار من كل هذا، فهي لا تدرك حتى الخطر الذي يقترب منها. يتم القبض على إفسون عندما تعتقد أن بهار قد سامحها ولجأ إليها. سوف تدفع إفسون الآن ثمن ما فعلته، ومع ذلك فإن الثمن الذي سيدفعه سيكون باهظاً جداً. في فصل الربيع يستمر كل شيء في التجمع. أخفى أتيشا على مضض حقيقة أن لديه ابناً من بهار، لكن الحقيقة لا بد أن تظهر عجلاً أم أجلاً. هل ستقبل بهار أخيراً والديها الذين اعتنوا بها خلال هذا اليوم العصيب؟ بينما تواجه بهار كل الألم الذي عانت منه، يهتزها أيضاً انتحار إلياس. لكن هذا لا يمنع بهار من الشكوى من إفسون. الحياة الحقيقية بدأت للتو بالنسبة لبهار، والحقائق أكثر من كافية لمحاسبتها. يجب على الجميع أن ينالوا العقوبة التي يستحقونها. ومن ناحية أخرى، لا تستطيع إفسون تحمل تكاليف الذهاب إلى السجن. وبمساعدة عمته سلطان قرروا الذهاب بعيداً والهرب. لكن هذه المهمة ليست سهلة كما يعتقدون، فظهور السر هو بداية حياة جديدة لإفسون وكذلك لبهار. لن يكون من السهل على بهار أن تستجمع قواها وتتقبل عائلتها الحقيقية بعد أن علمت أنها تعرضت للخداع منذ سنوات. بالنسبة لإفسون، الوضع أكثر تعقيداً. إن ألم فقدان بهار أعمق من الثروة التي لا يستطيع الحصول عليها.